الاهلي والمقاصه النهارده، الاهلي لحد الدقيقه 94 ما كانش مسجل هدف. بص المقاصه بكل الظروف الصعبه دي الفريق هبط لدوري الدرجه الثانيه بشكل رسمي، والاهلي عانى النهارده قدام مصر المقاصه. ليه عانى الاهلي النهارده قدام مصر المقاصه؟ هقول لك على حاجه كريم، ماتش الاهلي والمقاصه كان ليه سيناريوهين في دماغ الخواجه. انت الماتش الاولاني ماتش الاتحاد حققت، الناس ابتدت تسالك على احمد سيد غريب وعلى زياد طارق. الماتش الثاني لقيناك غيرت المفهوم ولعبت تاو وميكسوني وحسام حسن احرزوا الاهداف. دلوقتي انت ما بقاش عندك البدائل بعد الاجازه للاعيبه اللي موجوده، البدائل اللي تقدر تغير بيها مجريات مباراه. اللعب بفكره يعني حتى اقل حاجه موجوده في سيناريو المباراه، القرارن ما فيهاش حتى جمله. الفاولات كنت بحكي لاحمد في الاستراحه بيشاوروا مين اللي يسدد، مع ان المفروض احنا عارفين ان المحاضره ما بتتقال بيتقال واحد واثنين وثلاثه. صح. عايز تعرف ايه هي المشكله في كلمه بسيطه جدا، حتى ضربه الجزاء وهي بتتشاط بص رامي ربيعه ملامحه عامله ازاي. كنت بحكي لاحمد برضو انت محتار ما بين حاجتين، العامل النفسي انك تقنع تقدم اوراق اعتمادك للجماهير، وانا موجود ولا مش موجود، وهكسب ولا مش هكسب. بص بقى عندك ثلاث مشاكل. صح. الاداء عشان تقنع بيه الجماهير، اداء ونتيجه واستحواذ مش موجودين. صحيح. طيب انا هبقى موجود ولا دي فتره اختبار ليا، انا هبقى متواجد ولا اعاره ولا بيع. طيب كل ده بيدور معاك وانت مش عارف انت بتحسبها لنفسك ازاي، بالحته ولا بتحسبها توتال. انت الوحيد اللي قلنا عليه من اسبوعين انا قلتها الحمد لله على السلامه، قالوا ديانج. صح. بيعمل شغل حمدي فتحي وشغل قفشه وصانع العاب، حتى وهو بيسدد الكره تحس انه مش مبسوط، تحس انه هو زعلان، تحس انه هو متضايق. اما بتيجي تعمل غيارات بقت الناس بره عندها وعي مين اللي يغير. انت زي ما بتلعبش بتلعب كريم في باك ليفت، لا نزل بقى محمد اشرف عشان يديني الشغل. على راي احمد انت عملت كام اوفر، كام الاوفر الكروس اللي انت عملته بلالين لمين؟ وانا عارف ابقى متواجد وبكثافه عدديه وعندي انفلات هجومي جوه الصندوق، عشان احمد عنده الحس كفيرود بيقول الكلام ده. اللعب الجماعي اللي مميز النادي الاهلي، انت قفلت الجيم 21 لاعب بحارس المرمى موجودين في ثلث ملعب، قفلت العمق، اشتغلت مع الاطراف. خلاص بدل قفلت النادي الاهلي الجزء الداخلي، خلاص الاطراف ما عندهاش الشغل ده، اذا كان هاني او حلول. مش ما عندها، ما فيش حلول. صح. ابتديت تتعامل بالحلول الفرديه. صح. بس انا مش هرقص 11 لاعب ولا هخش اشتغل هركلز واشتغل فردي في حتت معينه. صح. كابتن عيد مرزي خد فيها مكسب، ايه هي؟ لعيبتك الصغيره ما بقاش في رهبه من المباراه دي. وانا كنت موجود ضد النادي الاهلي وحش افريقي. صح. البرونزيه لكاس العالم للانديه. يعني انا انت اما هلعب في ممتاز به انت مش هتلعب اجمد من الناس دي. صح. ادي واحد. اتنين، عرفت امكانيات لعيبتك اللي انت هتشتغل بيها بعد الصفقات اللي انت هتخرجها من عندك وتوديها مكان تاني. بقى عندك شغل الموسم الجديد، انت بدأت مباراة الاهلي النهارده كمصر المقص. خلاص شكرا. يبقى هو ده الاهلي النهارده لعب عمله واللي عمله مصر المقص النهارده. مصر المقص حتى هو خسران طلع ناجح، انه قدر يوصل للمرحله دي مع النادي الاهلي بعد ما كان خسران من الزمالك 5، يقدر يعمل كده مع النادي الاهلي، فده شكل جاي من مصر المقص.